طلبة، أردت أن أعرف ما هو مستواهم، في أي صف، ماذا يعرفون، بما هم مهتمين، ما هي الموضوعات التي تشغل بالهم، حتى يكون حديثي معهم مفيد وممتع بالنسبة لهم. فمعرفة الجمهور ومعرفة اهتمامات الجمهور ومعرفة الموضوعات التي يرغب في الاستماع إليها أمر مهم جدا. فلو طلب منك أن تتحدثي في مناسبة عامة عن موضوع ما، لو طلب مني أنا ذلك أولا، سأحاول بقدر الإمكان أن أجد أحدث ما يتوفر من معلومات حولي، وألا أكرر الأشياء البديهية أو الأشياء المألوفة أو الأشياء التي أعرفها، لأنه ذلك مدعاة للضيق والرتابة وعدم الاهتمام. Now they were comparing what you